الصحابة وأخبار الأربعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتني وإليه نشوف. إله سبحانه وتعالى وليهمها نظيما. الله سبحانه وتعالى نعم في العلم وفاق لهم نسيين. الله سبحانه وتعالى ولي كريمه لدي يصل للنسيين ما تولي. الله سبحانه وتعالى ولي. حلو من عام عالم من المؤمنين مقر وإله وسلم الله سبحانه وتعالى. السيارة الحديثة يوحنا ولي. حلو كل ولا هي الرياء وساكنة جاسينه ومركز لوك الدنيا ومركز من عالم البصر. قال حالي ما تنبينا أن شو إلي الله سبحانه وتعالى. إلى يوم كان سورة سريرة سورة كما ما تتعبروا إلى يوم الله مشهور لي المركز. إن الدرج لا إلى يوم يسحب أولا ومتحدثا. أدعو الله لمن يطبق الكبير يطبق الآن السديد. نرش أسفل الدنيا ولا لي. أولا مرور حيث ومرض مكان ومرور شنا الله هذا مدد جاهل. مركز مرى له قوانين. مركز بيلة تطحيا الله هذا مدد جاهل وقف إسلام كان. كفن بعد جلدي يا مان روح لو داعي لو هي لو داعي ما قبل يسالني يقول 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 كل مالك هذا هذا أيا لقيه يا الناس اللي يقول شيء مالك أيا لقيه يا إلا ما يا مكان هذا سكيف يا مان كل هذا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم فقرأ ولا يسير غير الدول إبادة كندا يا فرحان مولا أنت مولا أنت 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 مولا فرحان قبل أنت قصون إن سائر سته ولا إحنا في الله رسول الشيء صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عليه ولكن احنا كنا نرضى ولله سبحانه وتعالى نمع الى عهمات والوكيل وقال السلام المبارك عليه عهمات وتاشي بني وقال الله رسول الله والعوغاني وفي ايماني ويوقف عن صليب الايمان لكن مر بالنور وقف ايماني ولله سبحانه وتعالى روحي الاولياء ان عهمات بني والى اي مسكين اي يؤمن بالله الامه النقيه الى اين يروحون الشهيد المبارك الله سبحانه وتعالى في البريات ان يدعوني كي يمركه أكشف من غلام وليسي يعني ليسي يعني ليسي يعني ليه ما تقولي لكن وحقه ليه من نقمة وحقه ليه من شوف من قولة ليه ولله سبحانه وتعالى على ما حير أصلا أولا تروح سير الإيمان تقول ليه وإيمان كروح وحقيقة إن الإيمان لا ولا له ما تقول ليه يعمل صالح أو ليه ما هو إذا قد إيمان يعمل صالح عليه المرض وطنا بكر شون الباتري قد تبكر شون الإيمان يعمل صالح عليه ولا لإله ترسل لإله سبحانه وتعالى أو إله يوحى إله يقول كفرون أي إله سبحانه وتعالى يا رب المعلم ولا لي بس عارف روح عليه روح عليه ما في نبي قال ما في شيء ورسول صلى الله عليه وسلم بس فيه ويقول عجب الأمر المؤمن إن أبو كل له الخير وليس ذلك لأحد من المؤمن إن أصاب الصبر وشكر فكان خير الله وإن أصاب الضراء وصبر فكان خير الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم عجب الأمر المؤمن وحلي الأمر المؤمنين برسول صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين تدمنت هو خير برسول صلى الله عليه وسلم سفر لي وأنت تصور سمعت حديث مشيني هنا مو من ما يعنت المال أو ما تسكبر قديم كطمان عنت لأن سكبر قديم كطمان سفر سبحانه مرت أي سؤال في كل مرة تبرواه هي النبع إلى هاي السيو أي شكر وكشف بالنغاء قلت له أصحاب مصاصة وكشف بالنغاء طبعا تابعين مصاصة وكشف بالنغاء مركلاية العصيو مركب مارك تأيت ما دوينا صار ضرار مركب دباتي مدرسة إيراد ضيئية شبرف في مارك يا ورائي ما دانا صبر وكتبري يا حنوني صبر وكتبري وكان سيد الله مركب إلى غير وكتبه ما تقولني ما أنت مركب فرح عن طفر تجار ما مركب فلا أبيك في فرح عن طفر أما عند حنون طفر أروج تقول كل وريدي ما تقولني ونمر نعوي مكمل المارك فبعض يا جل يا سيدنا على الله ما تقولني أصحابه يسوع تاني ديني مكان حرم صدام وعلى الملك دي ما في أصحابه قاعد نبلو على الملك ولقى في الحين ما في لا يقول لهم يقول لأن هو حرم صدام يعني والله حرم صدام يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى أصحابه نحو دي أيوة أبدا الجفاف فيه أبدا الجفاف وشتاك في رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا الحاضر وتعيش فيها أبدا الجفاف والشيك هذا الحاضر وشاك وتعيش فيها هذا ما في وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دول إنسان نبي يسبي وحلي أمدي يدي رسوش إلى هاي سوات الكي يظهر أي مدة من السلسلة ده بير رسوش إلى أمدي يدا إلى نبي 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 أنت أول حيسا وحاوطة هي أفضل نابا لي نبي عيسى عليه السلام نبي عيسى مركي مركي علم الفصيلة سوحة إلى هذا مركي دول كل هو أبوبل عرف كل هو أهلوب وحلا خوف يبكي مولها لابد يبقى وصل هذا الشيء مركي نبي عيسى عليه السلام فكانوا يقولوا ما في أرادة الدفرة رسول حتى دول سنة اللي يسوي هنا أركان
يقول بس النبي عيسى صفات كثيرة على كان أبدا بجفار يعني رضي الله عنه ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول من يوم في محافظة متعشة ماركة عبد يوم محافظة متعشة محافظة متعشة على أدوية صدح من حاجة الشيخ محافظة متعشة على أدوية حمد وحمد متعشة على أدوية فخر يا ضك وحمد متعشة على أدوية يمدن صدح لا صلى متعشة على أدوية هذا تضحية أصل يا رب تضحية ولا لي لأن شكوا أدوية الشوق أيوة كثير يا دل أدوية وشاهد ما تقول لي سيدة تذكر رسول صلى الله عليه وسلم ولا لي نبا ويجب أن يكون رسول الله ما في رت حي لا يمتعران يدخل يمتعران سؤال مفجوج ودي حي لا يمتعران يدخل يمتعران العقول ما في رسول اسهل في الدنيا يحبك الله بي لا يمتعران يا دنيا كثاهي لا يمتعران يا دنيا ما في ذلك وحكت ولا يلا سكت رسول صلى الله عليه وسلم ذلك يمتعران يا ذلك وحكت ولا يلا سكت بره مودي ذلك يمتعران يا ذلك من رسول ولا يمتعران وبلاي شعراني تقول ما شعراني وبلاي تقول ما شعراني وهو ما شعراني حق إلى إذا تدفع طولا لي الله سبحانه وتعالى طولا لي روح وخيرة كمدة أيوة في يدي نكين إلى سبحانه وتعالى من دقى شيء حضر العام عارف سجى ما بلي قارب عارف أرواح كي عارف الحمير قارب عارف كي كي عارف الدنيا قارب عارف الدنيا كتب عارف البشر كل تداري إلى سبحانه وتعالى سجى بكلم المدينية ممكن يمام كبيرة سجى كذا بعد الأول ما هي وإلهي الله سبحانه وتعالى تجاوب المغني الله سبحانه وتعالى تجاوب الجلي سماوات تدورت من إلهي تجاوب كرسي يعيش الحماس وود وود إلهي المتقين تدورت من وود يا وود إلهي المتقين تدورت وضنا وود يا وود إلهي المتقين ما هو فينا يبي حسن الله إلهي سبحانه وتعالى تجاوب ما أقوله أمرك إلهي تجاوب حينه أمرك إلهي وبين الكف والنور إلهي أطيع أهوكم فيقوم يا أنا يا مولاي إلهي سبحانه وتعالى ولا قولي وراري بس بشي برواه ودن بحكم شفتك عنك لا يكون شفتك إلهي سبحانه وتعالى مبالا نقول المعية هو خالق الأشياء والأحوال يفعل ما يريد بقدرة لا يحتاج أحد الخلق وهو السبب لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله إلهي سبحانه وتعالى ولا بيه كما جاءت الدنيا إلى جلد جيما يشر وكل مبتلى بلاي كانت الدنيا ولا بيه قبل الموت كور بعد الدنيا كانت الدنيا يشر إن أخوتها وبرنا لا إله إلا الله نبي صلى الله عليه وسلم كنا قلبنا بها مرارية نحن وحفة لشان ذكر يطور لا إله إلا الله بريه رسول صلى الله عليه وسلم مرارية لا إله إلا الله ونصري ونبي نبي يديني سعد عرف بينا قبطته وعن بطي مرارية إلهي سبحانه وتعالى قلبي إن إلهي تجيني يا ولدي وعن شعران لا إله إلا الله لأنه لا إله إلا الله ونفري يشبه إلهي جيه ملكي كفوها لأولدنا ونفري سولاري إلهي إلهي أهل من يسيقون وحيوان وقعت في هذا لا إله إلا الله ووالد ربورنيا وياه ربورنيا مساجد المدينية مفت كل يقف في كل مسلمين وربورنيا لكن ما كبير الحق يا إسماعيل ما تقول لي حقيقة يوم صلى الله عليه وسلم وح ربورنيا عيد إيه هو هذا لا إله إلا الله لا هو أنا كذب نبي قال صلى الله عليه وسلم وإله سبحانه وتعالى إلهي وعظم أنه لا إله إلا الله ما إلهي سيدة في قلبي رسول صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في كلام لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في سند لا إله إلا الله كل قال الجنة وبكر يا الله كل قال الجنة في رسول صلى الله عليه وسلم حمد رسول الله والله يا لنا كربا بغيت في رسول كان لنا كربا صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم بل الدنيا فريد سينا تعالى والله رسول كان الدنيا حياة سينا كقطع والله قد يشوف رسول رسولك نبوسنا الإله سبحانه وتعالى بشيئية وما أتاك الرسول فهدوه وما نهاكم عنه فانتهوه وانتم تدعوه تهتدوه إله سبحانه وتعالى مبليه هذه مالك تأتي على رسولك وهانون يصوحن من حديث لي من أجاط الروح لكثة من أكثة الطلاة وكارة إله سبحانه وتعالى وحاف الله يقول صداقه وحكو سنك إلا من حد صلى الله عليه وسلم ورضي دعوتي في شغلي في الدين تجيبك سنه ربه يتغني النبي صلى الله عليه وسلم نحرس من ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم ما في ولدي الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ولدي الوجع له امتي سوى لك النبي صلى الله عليه وسلم من ثماتي امتي سوى كل يا النبي صلى الله عليه وسلم ما انت قيامنا وصوبح يا امتي سوى لك ولدي لان النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولدي مروا البومتي سكر في الكريم مروا البومتي سكر على الرسول صلى الله عليه وسلم مركب ما في ولدي وعمرك جاء في سوق العدالة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لي أيوه النبي صلى الله عليه وسلم وقتها من أبو جميل رسول الله رسول الله سوق العدالة شوف أيوه محمد
ومركز بني أيام مدح وقالك وانت مركز مركز بإله سبحانه وتعالى المسلمين بناس اللي بحب حلول الزوج يقولك ماتي وهو عظم به سوى إله وهو قال بغي مركز ماتي ولا ريال مركز ليه محمد صلى الله عليه وسلم رسولك وحيد المركز حاجوا يقول ملك جميل عليه السلام يا يقول ينا دويسي حاجوا يسر بمحلوه يومضي لنوه يرمومان المضي المركة والله سر يسوق ومارك المضي ما تنظر وقشة دولية إلهي يقف إنت إلهي المضي الإلهي انت على الدولية إلهي سبحانه وتعالى إلهي ما تأتنت مضورة وهو على مبين سقو إلهي مروا أبدا أيام مارك المركة إلهي دينا شبابك في وبحي وحتى هذا بيه المضي الله انت على ذي إلهي محمد الشيخ بيه الله أكبر مركة ما تقولانيا مركة إلهي محمد صلى الله عليه وسلم مرسول مضي الوشة يا إنت بالحين هو كفر إن رسول صلى الله عليه وسلم روفه حوجه إذا كان ضمر من الضمات ولا ليه لأنه مضب من حسين النبي صلى الله عليه وسلم والعصابة حيا بالي سوى الأمة أمة ديانة النبي صلى الله عليه وسلم جبت سيرات المتاجية بالي لا تكلي سوى الأمة أمة رب يسلمني ما رأيت ولا ليه سيدا جبت الحوت المتاجية النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمة في المدينة هي داية ما رأيت ميسو داية ومدينة من النبي صلى الله عليه وسلم سيدا جبت ولا ليه نقل التاسعين نقل التاسعين ما تروح على الله يحق لهم نهي متى ما تقولي يا روح الله يحق لهم نهي متى ما تقولي يا إلهي سبحانه وتعالى قولي يا نبعد عن إلهي نسي قولي وما تيجي ولا أوصل إلهي بلا إلهي كذي كذي ضباط تيجي المضوض وما تيجي أوصل إلهي بلا إلهي قولي يا سير أدرت ما تقولي يا هذا نمر تقولي يا ما حد من ذنبك نجد عسيه وما تقولي يا نسي وما قلنا يا بلد ما تقولي يا دين هنا معاني إلهي نسي وحنا دون يا قولي يا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرن النساء عن رش النبي محمد تقطع إن المدولي أولادي نروح كريج الطريق ما يضغط كريج أنا مقالب المدولي أولادي زيادة تقول الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياته ما قال حمني ومن حمني كان من حياته كان وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقف في الله صلى الله عليه وسلم أقف عليه شعر أقف عليه شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا معه هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدا كتب الله لي وحنا لكتب لي صلاة من الكتولية صلاة مشروع من العلاج الكتولية صلاة الله لي القلب حاضر لي من الدرس هم كنا الدنيا صلاة من الدنيا ولا لي إله سبحانه وتعالى هزاي سك قبل الطوفان الدنيا صلاة من الدنيا ولا لي عشان الدنيا لمين يا حواشين هي مشاكل كنا بحاول نبتدى الدنيا ولا لي صلاة من الدنيا ولا لي عن مرقوق ولا لي عن صلاة نقول جنة الدنيا ولا لي مركز طوح إحنا نفضلنا الدنيا وحيماتنا الدنيا وما هو مرضنا إن حكي لا يصعب والله بارك عليكم من الدنيا ولا لي سيدا ذكر الله سيدا يلزم في أن ندعو لإيماننا إلى سبحانه وتعالى ولو قال الله تعالى إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بإلهي منكر كي يجمع ما هو أردن صلاة وتيكاك حي سماك صلاة الله إلى الله سيدا ذكر الله لي روحنا ذكر الله ما تقول لي يا مالك علم الله بما دل الدنيا نبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث كم صلاة كجاني صلوا كما تأمرون وصلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا يجاني كي يقول كان يقول كذا من نبي صلى الله عليه وسلم رسول كل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما في عتبتي لا أتوم وأرحمهم به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومي وحكت في الصلاة الصبح صلاة العشاء مالك وحي لنا أن يقولون يقول رسول صلى الله عليه وسلم سيدا تنسي بولا العلم جبانا الكربة ذكر جبانا الكربة إقراء المسلمين جبانا الكربة تنسي ولا إلينا نوتي ولا أتنا إلينا الكربة سيدا تنسي بولا الإله سبحانه وتعالى محمد وانا إله تنسينا نقبرنا للدنيا ولا لي دعوتي يشغل هذا الدين يتدارك على الدنيا كان يبقى إله سبحانه وتعالى نبي محمد بإله كوعمان ودعي إلى الله بإذن سراج المنيرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم آيات هاي خطاب قصور نبي محمد كنت عليه دعوته يشغل تشغيلي ولله إله وأماني سيدا تبت ولله إن كان شغل من نبي محمد لوقته صلى الله عليه وسلم شغل رأي نجي مسجد يحيي نجي سارية وحد الدنيا شغل على كشفنا للدنيا ولله إن أنا مشغل على يزب الدنيا إن أنا مشغل على نادي الله من الدنيا شغل على سوى شبح الدين يشب والله بكرة شيء بعدين دين نوى دين يعني شغل دين من نوى قال مالك الدين تقول لفين هذا كذا دين كاملة دين تلينا كشفنا للدنيا عالم كان كاشف دين ثم لو قيل لهم يسوع ليس ضد كان قاضي وحبارة المسلمين ترى كمان حبارة من مشارق العالم غريب عالم كوري ومدينة محمد وحكوا بعض الإنسان ناس وحكوا بعض الإنسان هجروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليه هجروا وياه يا رسول صلى الله عليه وسلم ما كانت انت أصمي ومدي النبي محمد ضفوا بعض الإنسان إنه رمارت بركيت أنا رئيس النور ومارت ولا ليه تيك فمارت أنا رئيس النور
إلهي سبحانه وتعالى إلهي من قال حساب تمي ما أنت يوم القيامة هو اللي لو يدينه يا ولا ليه وما تبغى له ما يدرس الإسلام كم تبغى له وما ما تقول ليه دبت الإسلام كم عين اليوم وما تقول ليه وما تكل يوم النبي محمد عالم في الدنيا ديك وحلا الدنيا دي تجاشين إذا قالوا على الدنيا بدين كامل أنا نلني ما أقول شغل الدين تي تدار كنا نلني بدنا للدنيا دام سدى أنا يلو إلهي سبحانه وتعالى وتيلا إنك تبني ولا ليه إلهي سبحانه وتعالى باله وإن أمان وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. رمضان صوت رمض وخيك بدبتي وأقول مغتين. ولكن سيدة الحمام في المسكرة بالسلاة إليك هو مجمع الإيمان ولا تبيني. سيدة تكتب تدافع أي شغلة تبيض من أمريكا وإن السعودية والمدينة دين تكشغل. هي آخر قضية غيرة إن شاء الله. منكم مستعد. أي يا ديالو